مش سامعين يا دكتور. الله يبارك. ده العريس بتاعنا، يعني نريد ان ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل ان يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله زواجهم مبارك ان شاء الله. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.